السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر مستهله كالعادة بالعناوين. ناصر بوريطة يلتقي نظيره بالعاصمة براغ، ومنها أعلنت جمهورية التشيك في إعلان مشترك دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه مجهودا جادا وذا مصداقية وأساسا جيدا لحل متوافق عليه للنزاع المفتعل حول الصحراء. مقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وتقديم التعديلات التي تروم تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية شكل محور لقاء دراسي مشترك جمع الحكومة بمجلسي البرلمان. ومنسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في فلسطين تحذر من ألا مكان بات آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي في وقت يستعد فيه الجيش إلى الاجتياح البري للقطاع. وتراث الأطلس الثقافي شكل موضوع ندوة علمية على هامش النسخة الخامسة للمهرجان الدولي أيام الفولكلور العالمي المقام بمراكش. أهلا بكم إلى التفاصيل. وضمن الدينامية الدبلوماسية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية، جمهورية التشيك تنضاف إلى لائحة الداعمين لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه مجهودا جادا وذا مصداقية من جانب المملكة المغربية وأساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. الموقف تضمنه الإعلان المشترك الذي وقعه اليوم ببراغ. ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة لجمهورية التشيك التقى خلاله نظيره يان ليبافسكي. خالد نجدي. مخطط الحكم الذاتي مجهود جاد وذو مصداقية وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف، ذاك هو الموقف الذي عربت عنه جمهورية التشيك وتم التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي وقعه اليوم الخميس ببراغ كل من رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة ونظيره التشيكي يان ليبافسكي. كما أكد الطرفان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ولجهوده الرامية للدفع بالمسلسل السياسي. الجانبان أكد أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأعرب عن إرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة الممتازة القائمة بين براغ والرباط، وعن عزمهما الأكيد على مواصلة الحوار لتوطيد التعاون في المجالات كافة. وزيرا خارجية البلدين رحبا أيضا بزيادة حجم المبادلات التجارية، وأكد باستثمارات الشركة التشيكية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، واتفق على تبادل الزيارات بما في ذلك البعثات الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي. ومن العاصمة التشيكية براغ، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أنه بعد الموقف الذي عبرت عنه جمهورية التشيك اليوم أصبح 14 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي يدعمون ويثمنون مخطط الحكم الذاتي، وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالة الملك محمد السادس. لمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط المحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح نعوم. مرحبا بكم أستاذ. إذن كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف الذي عبرت عنه اليوم تشيك بدعم مخطط الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المفتعل، والتي أكملت بذلك عقد 14 دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي؟ إذا بدأنا من المعطى الآني، أولا شكرا على الاستضافة. المعطى الآني والقريب إلينا هو أنه هذا الاعتراف يأتي في توقيت بعد يعني أو قبل أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن بخصوص نزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. بالتالي دلالة هذا التوقيت مهمة جدا، لأنه يلاقي بين مسار من العلاقات الجيدة والقوية بين المغرب وبين جمهورية التشيك، لا في الإطار الثنائي ولا في الأطر الجماعية الأخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي، بما فيها علاقة المغرب أيضا مع مجموعة فيشغراد التي تنتمي إليها وتعتبر من الدول القائدة لها جمهورية التشيك، أيضا في أطر ثنائية أو متعددة أطراف أخرى، علاقة المغرب أيضا بالناتو التي تعتبر جمهورية التشيك من الدول الفاعلة والوازنة فيه،
ثم مساحات أخرى أوروبية أو مساحات يعني بعيدة حتى عن بعض الفضاءات يعني التي بدأت في الفترة الأخيرة تأخذ فيها بعض الدول في أوروبا خيارات غير صحية فيما يتعلق بإدارة الملفات المرتبطة بالقارة الإفريقية وبالعلاقات الإفريقية الأوروبية. فبالتالي هذا كلها هذه كلها مؤشرات قوية تبين أن هناك انبثاق لوعي أوروبي جماعي يتجه في منحى تطوير العلاقات الأوروبية الإفريقية في وقت تتصاعد فيه ملفات أخرى. نتكلم عن ريادة المغرب في منطقة شمال إفريقيا وقيادة المغرب لقاطرة الدول الإفريقية صوب شراكة إفريقية أوروبية تعالج الملفات الحقيقية، ملفات التنمية، مواجهة المخاطر، مواجهة المخاطر البيئية الأمنية، مجموعة ملفات أيضا مرتبطة بالتعاون الاقتصادي الذي حتى يعني كانت من بين النقاط التي أشار إليها البيان الصادر أو البلاغ المشترك الصادر بين وزير الخارجية ناصر بوريتا ونظيره تشيكي. فبالتالي مجموعة أو سلة مؤشرات كلها يعني تنظم هذا يعني التوقيت وتنظيم هذا الخيار الذي أخذته جمهورية تشيكي. إضافة إلى هذا هناك بعد آخر، حينما نتكلم عن الحكم الذاتي نتكلم عن حل عملي عقلاني قابل للتطبيق يعني سياسي عادل ودائم بجميع المواصفات الأممية. وبالتالي هناك خيار أو هناك حل يقترحه المغرب تؤيده الآن أكثر من 100 دولة على مستوى الفضاء الأممي أو على مستوى المجموعة الدولية. بالتالي نتكلم عن دنو جميع مفاعيل إنهاء وطمر هذا النزاع المفتعل بطريقة عقلانية وقانونية. نعم في هذا السياق أستاذ نعوم، مع المنطقة الأممية ومع المسار السلس السليم لهذا الحل. هذا الزخم الذي أشرتم إليه والذي اليوم يعني يؤكد مرة أخرى صواب المقترح المغربي القاضي يعني الحكم الذاتي لهذه المناطق اليوم، كيف يمكن أن ينعكس هذا الزخم ديبلوماسي على القرار المقبل الذي أشرتم إليه يعني في بضعة أيام قرار جديد لمجلس الأمن بخصوص هذا الملف؟ في يعني القرار المقبل ستكون فيه تحول أو سيكون فيه تحول مهم جدا من الناحية القانونية بالنظر إلى التقرير الذي أصدره الأمين العام سيد أنطونيو غوتيريش والذي كان فيه أكثر من 60% تتكلم عن إخلال كل من الجزائر وصنيعتها بوليزاريو بما ينبغي أن يقوم به في سبيل حل وإنهاء هذا النزاع المفتعل وتوصيفهما من طرف الأمين العام كمعرقل للعملية الأممية بشكل عام. هذا التوصيف تطور منذ أن قام المغرب بشراكة مع الأمم المتحدة بإنهاء كل المناورات البئيسة لبوليزاريو والجزائر بخصوص معبر القرقرات. منذ إذن هذه الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة تتصاعد نحو عنوان وحيد هو أن إنهاء هذا النزاع المفتعل إن رفضت الجزائر ومعها بوليزاريو أن يكون طرفا في الحل وأصر على أن يبقى دائما طرفا في المشكلة فإن الحل مع الأمم المتحدة ومع المجموعة الدولية التي توجد فيها دول فعلا تريد إنهاء هذا النزاع المفتعل لأنها تنظر إلى مستقبل الشراكة الإفريقية الأوروبية في ضوء مجموعة من المتغيرات القائد فيها والرائد فيها والمغرب بكل ثقله الاقتصادي بكل ثقله الجيوسياسي وأيضا بكل إرادته في إنهاء وحل مجموعة معضلات توجد في منطقة ساحل والصحراء. لن يكون إنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وإخراجه من أروقة الأمم المتحدة وهذا بدأ فعلا من الجمعية الرابعة إلا مقدمة لإنهاء سلة مشكلات أخرى توجد أو مجموعة مشكلات أخرى توجد في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل والصحراء. فبالتالي هذا الزخم الدبلوماسي هو تأكيد من أو إرادة دولية من الدول الوازنة ومن الدول التي لديها رغبة فعلا في أن تنتهي النزاعات المفتعلة من هذا القبيل بطرق سياسية وسلمية ومتوافق عليها. إن لم يرد الطرف الآخر الذي ما زال متعنتا وما زال مصرا على التلاعب وما زال مصرا على أن يهدر الزمن ويهدر الوقت ويحاول أن يستثمر هذا النزاع المفتعل وأن يطوله وأن يؤبده وأن يجعله مدخلا للمس بالاستقرار الإقليمي واستقرار المنطقة. واضحة، شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد الفتاح نعوم المحلل السياسي، شكرا لكم على كل هذه الإضاءات. ومجلس الحكومة المنعقد اليوم وافق على مشروع قانون يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. الديون الملغاة تهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. مجلس الحكومة صادق كذلك على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير. مزيد من التفاصيل مع محمد بوبكر وهدى جديد. هي نظرة حانية للظروف الاجتماعية لمختلف الفئات
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. الإلغاء يشمل الديون المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أكد أن هذه العملية سيستفيد منها المؤمن الذي لم يؤدي اشتراكته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في 3 أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات. مجلس الحكومة تداول وصدق كذلك على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبيرة. الوكالة ستشرف على تنفيذ إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوزة. وفي أعقاب المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم، اعتبر مصطفى بيتاس أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل نقطة تحول كبيرة في المنظومة الاجتماعية للمملكة، مضيفا أن الدولة الاجتماعية لم تعد مجرد خطاب أو شعار، بل هي حقيقة تتجسد في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والاستثمار وورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك. نتابع مقتطفا من تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة. اليوم سنمشيو لورش جديد. هذا الورش هذا هو كيف يمكنه للأبناء المتمدرسين وغير المتمدرسين والأسر اللي ما عندهاش أبناء والأسر اللي عندها أبناء في وضعية إعاقة أنهم يستفدوا من التعويضات العائلية. هذا موضوع كبير جدا، سوف يكلف الحكومة في السنة المقبلة حوالي 25 مليار ديال الدرهم، وفي هذه السنة هذه غتبدأ الحكومة في صرف هذه التعويضات، طبعا في احترام تام للأجل التي نص عليها جلالة الملك، وأيضا في احترام ما جاء في البلاغ الأخير للديوان الملكي والذي أكد على أن تستفيد كل أسرة على الأقل من مبلغ 500 درهم. هذا الشيء غادي يمشي بشكل متدرج. 2023 الآن غنبدأ في ديسمبر، 2024 غتكون واحد زيادة، 2025 غادي تكون إن شاء الله واحد زيادة واحدة أخرى حتى تستكمل هذا الورش هذا في 2026. ولقاء دراسي مشترك جمع الحكومة بمجلسي البرلمان، خلاله تم عرض مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، تعديلات مقترحة تهم أساسا تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية. المزيد في ربورتاج مريم أملال ومصطفى السعدوني. تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية مع الرفع من جودة المرافق العمومية كأداة لتحقيق التنمية، كلها أهداف سطرتها الإصلاحات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية، مقترحات عرضتها الحكومة اليوم أمام مستشاري ونواب غرفتي البرلمان. هذه المستجدات اللي هي أساسية واللي كتعلق أساساً بتعزيز مراقبة البرلمان لهذا القانون المهم جداً، لأنه هو قانون مهم جداً بالنسبة للبرلمان. هناك أيضاً مقترحات لتتخص التقليص من عدد المواد ديال دراسة الميزانية، وأيضاً كان هناك بعض المقترحات من طرف الحكومة باش لتدبير الأزمات. ضمن قائمة المقترحات توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي للمالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، ضمن التعديلات أيضا قانون التصفية. الحكومة اليوم مثلا تلتزم بتصفية السنة المالية السابقة في بحر 6 شهور على بعد تقدير من نهاية السنة المالية. سابقا كنا ننتظروا 6 سنين 7 سنين. مؤسسات الدولة اللي ما عندهاش نشاط تجاري تدخل في هذا، تخضع لهذا القانون التنظيمي المالي وغتولي حتى هي تبع المصادر
هذا كنشوفوا بانه شيء جيد باش يكون واحد التتبع، لان هاد المؤسسات هي امتداد لعمل ديال الدوله وبالتالي تخضع للقانون التنظيمي. مقترحات إذن لتجاوز بعض إشكالات القانون التنظيمي الحالي بإضفاء نجاعة أكثر له، بما يضمن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة القائمة على المحاسبة والشفافية الميزانية ونجاعة الأداء المالي. وبمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انعقد اليوم لقاء مع مسؤولين عن مجلس المنافسة. خلال هذا اللقاء قدم المجلس توصياته بخصوص الكتاب المدرسي، حيث أوصى بضرورة توحيد المنظومة البيداغوجية على المستوى الوطني، إلى جانب توصيات أخرى نتابعها في ريبورتاج نادي أحتا وأسامة غرامي. هذا اللقاء خصص لمناقشة توصيات مجلس المنافسة بشأن سوق الكتاب المدرسي. المجلس أوصى بضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح تعليمه. توحيد المنظومة البيداغوجية في الكتاب المدرسي بالخصوص المواد الأساسية منها، وكذلك وضع برنامج يكون فيه الدولة هي اللي كتمتلك الحقوق الفكرية للكتاب، ويكون انفتاح أكبر من ناحية النشر ومن ناحية التوزيع للخواص. من شأن هذه التوصيات المساهمة في تحسين جودة الكتاب المدرسي، يقول وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبار الكتاب وسيلة أساسية في العملية التعليمية. اعتبرنا بأن من الضروري باش نستمعوا لرأي المجلس وندقوا معاه التوصيات اللي غادية في اتجاه ديال كيفاش نحسنوا الجودة ديال هاد الكتب، وكيفاش أيضا نحرصوا باش توصل هذه الكتب توصل لكل التلاميذ بواحد الأثمنة اللي تبقى أثمنة معقولة. ومن توصيات المجلس كذلك إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية عبر إشراك جميع الأطراف المعنية وإرساء سياسة حازمة لإعادة استعمال الكتب المدرسية. غزة ما تزال للأسبوع الثالث على التوالي تحت نيران طيران الجيش الإسرائيلي الذي يواصل استهداف المدنيين والبنيات التحتية والمواقع الحيوية، وسط حديث عن نفاذ في مخزون الأدوية والوقود والمواد الأساسية. طارق غانم. لا يحتاج هذا المشهد وصفا أو تعليقا، فالدمع الفلسطيني سيال، يبكون ضحاياهم ويشيعون شهداءهم. نار الحرب الإسرائيلية على غزة متواصلة، عدد القتلى تجاوز 7000، بينهم 3000 طفل وحوالي 2000 من النساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. طبول الحرب التي دقت وساعة الاجتياح البري، تقول إسرائيل إنها وشيكة. موجة الإدانة لاستهداف المدنيين تتوالى، حيث حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن لا مكان آمناً في غزة. حملنا أولادنا الصغار وطلعنا نجري في الشوارع، يعني ما إلنا أي ذنب. إحنا إيش عملنا؟ ما عملنا أي حاجة، قاعدين في بيوتنا والقصف إجا فوق روسنا، أبادوا كل مربعنا، كل المنطقة اللي إحنا سكنين فيها أبيدت بالكامل. إسرائيل التي وعدت بالقضاء على حماس يبدو أنها دخلت حربا انتقامية، يقول وزير الخارجية الفلسطيني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى وقف إطلاق النار لتوزيع المساعدات الإنسانية. الجامعة العربية انتقدت فشل مجلس الأمن في التصويت لصالح قرار حول الوضع في غزة، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بتوفير دعم غير مشروط للهجمات الإسرائيلية على غزة بدلا من الدعوة إلى ضبط النفس. الخارجية الأردنية تقول إن أطفال غزة الذين نجوا من القصف الإسرائيلي قد لا ينجون من الموت بسبب الجوع. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع فيها بعد قليل. الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية أسدلت الستار على فعالياتها بحضور ثلث من الفاعلين المؤسسيين والمختصين والباحثين وممثلي المجتمع المدني. ومنطقة الحوز تعرف انتعاشا في القطاع السياحي من خلال توافد السياح من مختلف دول العالم لاكتشاف سحر الطبيعة الجبلية.
كما أسلفت اختتمت اليوم بمدينة الرياح الصويرة فعالية الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية بحضور ثلث من الفاعلين المؤسسيين والمختصين والباحثين وممثلي المجتمع المدني. أشغال المؤتمر توجت بإعلان موجادور للمناخ المنظم بمبادرة من المركز الدولي للأبحاث وتقوية القدرات بشراكة مع المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة وجامعة القاضي عياد بمراكش وعدد من الشركاء. ريبورتاج سفيان بوعزاوي ويونس صباح. مدينة الصويرة مثل كل مدن المغرب والعالم مهددة بعواقب تغير المناخ، رغم ذلك حافظت موجادور على خصائصها البيئية. نتحدث عن شريط الحزام الأخضر، غابة الأرجان، فضلا عن التنوع البيولوجي، كلها عوامل جعلت المدينة تستغل إمكاناتها لإنتاج الطاقة المتجددة. مختصون وباحثون ناقشوا تحديات وفرص انتقال عادل خلال أشغال المؤتمر الدولي حول تغير المناخ. بالنسبة للجامعة التخصصات موجودة، لأن كما تتعلموا كنا احنا انخرطنا في لاكوب 22 اللي كانت جرات في مراكش، وهذه التخصصات موجوده عندنا سواء في سلك الاجازه او في سلك الماستر وحتى على مستوى البحث العلمي. ولأن معركة المناخ تتطلب تعبئة جماعية، إعلان موجادور الذي توج أشغال المؤتمر دعا إلى زيادة كبيرة في التمويل المخصص حفاظا على التراث الثقافي، فضلا عن تعبئة الخبرات والموارد اللازمة لتقييم المخاطر. من الصويرة نريد إيصال صوت المؤتمر إلى قمة المناخ القادمة عن طريق لجنة ستشرح جيدا إعلان موجادور للمناخ. المؤتمر الدولي للمناخ دعوة من المهتمين بملف البيئة إلى صناع القرار والمنظمات الدولية والباحثين لمناقشة الأمن وتغير المناخ والتنمية الإقليمية والانتقال المناخي العادل. وعملية الزرع المباشر طريقة فعالة للرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي الوطني، حيث تباشر فرق المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بمختلف مناطق المملكة عملها الميداني لإطلاع الفلاحين على جديد هذه التقنية. ريبورتاج سارة الجبري والمتابعة لطارقان. يحرث الأرض وينتظر الغيث، بداية الموسم الفلاحي بعين عرمان وحمكناس واستعدادات ما قبل عملية الزرع المباشر. مستشارون فلاحيون في تواصل مع هذا الفلاح حول تقنيات الزرع المباشر لضمان المردودية وتقليص مصاريف الزراعة مقارنة مع الحرث العادي. أول حاجة بدينا فيها مشينا للمكتب ديال الاستشارة الفلاحية، تقدينا البذور المختارة والأسمدة، ودابا إن شاء الله بدينا باش نبداو في هذا الموسم الفلاحي إن شاء الله. كما كتشوفوا راه اليوم بدينا باش كنزرعوا ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق للفلاحة، وراه كنزرعوا بواحد الطريقة اللي هي الطريقة ديال الزرع المباشر. العملية ديال الزرع ديال اللي ولاو كيعتمدوها بزاف ديال الفلاحة هي الزرع المباشر، اللي كمثال هاد الضيعة هاد الفلاحية اللي عند هاد السيد هذا. وكنطلبوا الله يكون هاد العام يكون احسن من الاعوام اللي فاتوا، وحنايا رحنا ديما في راه الاستشارة ديال الفلاحة. الزرع المباشر نظام إنتاج يتم من خلال وضع السماد والبذور في العمق المطلوب باستخدام آلة البذر المباشر، ما يؤدي إلى استهلاك أقل لمدخلات الإنتاج كالوقود وتقليص انبعاثات الكربون وتكاليف الحرث. جديد هذه السنة هو أنه وزارة الفلاحة كذلك وضعت برنامج ديال التزويد بالأسمدة الأزوتية لأول مرة، وكاين إعانة في هذه الأسمدة هذه اللي كتروح ما بين 150 درهم حتى 240 درهم للقنطار. كذلك وزارة الفلاحة وصلت الدعم ديال التحاليل ديال التربة والماء والنبات، وكذلك المواصلة ديال الإعانات المالية المنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. 11 ألف هكتار بإقليم مكناس برمجت في إطار البرنامج الوطني للزرع المباشر من أصل 200 ألف هكتار، والرهان على بلوغ 1 مليون هكتار خلال السنوات المقبلة. الزراعة العضوية بالمغرب طموح لرفع المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج. بمنطقة سهول استفاد ما يزيد عن 20 فلاحا من تكوين تأهيلي في الفلاحة البيولوجية، يركز أساسا على المهارات المتصلة بهذا النمط من الفلاحات الصديقة للبيئة. ريبورتاج محمد بوبكر والمولودي زينتين. بعد أن قام بتسميد التربة بمواد عضوية طبيعية، يعكف رضوان على جني الخضروات بعد أن تبنى الزراعة البيولوجية بشغف كبير هنا بمنطقة السهولة.
يعمل رضوان على بيع هذه الخضروات بنظام أسبوعي خاص. كنتجو الخضر وشوية ديال الفواكه بيولوجية وكنسوقوها في الرباط وفي سلا للناس اللي كيطلبوها، وكنسوقو على شكل ديال دي باني ديفيرسيفي، سلات عامرا بالخضار والفواكه مخلطين مع بعضياتهم. عندنا تقريبا ما بين 35 حتى 40 قفة في السيمانة اللي كنوزعوها على الناس في الديور ديالهم. بعد عملية الجانية يتم تحضير القفة البيولوجية قبل أن يتم توصيلها للزبائن بمدينتي الرباط وسلا. نظام يلتزم فيه المنتج بإنتاج خضروات طبيعية، بينما يلتزم المستهلك بشراء القفة البيولوجية مرة في الأسبوع على طول السنة. من 2020 تل 2022 فمتوسط المساحة يناهز 3000 هكتار بواحد الإنتاج سنوي متوسط اللي كيفوت 22 ألف طن. جهة كتصدر ما مجموعه واحد 7000 طن من هذه المنتوجات العضوية أو البيولوجية. فاطمة الزهراء هي واحدة من 23 مستفيدا من سلك تأهيل لمدة 6 أسابيع في مجال الزراعة البيولوجية. بهذه الضيعة يتلقون تكوينا شاملا حول الأنظمة المطبقة في هذا المجال. من خلال هذا التكوين تعلمنا أسس ديال الفلاحة البيولوجية والإيكولوجية، وكيفاش نحصلوا على محصول ذو جودة عالية. هو يوم تطبيقي، جاو زاروا ضيعة متواجدة بمنطقة سهول اللي كتراعي فيها، شافوا على أرض الواقع هاد المقاولين الشباب، شافوا على أرض الواقع كيفاش كتدوز الفلاحة البيولوجية. متوسط المساحة المزروعة بالفلاحة البيولوجية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة خلال السنوات الثلاثة الماضية يقدر بحوالي 3000 هكتار. المزارعون بمنطقة السهول يعتمدون على البذور الأصلية ويستعملون الماء بشكل مقنن. في موضوع آخر، ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال ما تزال تعاني من ندوب نفسية خلفتها صدمة الزلزال، تنضاف إليها أمراض عضوية أخرى من قبل ارتفاع الضغط الدموي، مرض السكري، ولضمان ولوجهم للخدمات الصحية وحدات طبية متنقلة تسعى لتقديم العلاجات الضرورية لهم. من جماعة أسنين نتابع ريبورتاج جيهان دبلالي وإبراهيم حبوب. نزهة واحدة من ساكنة دوار العرب بمنطقة أسني نجت بأعجوبة من زلزال الحوز، لكنها ما زالت تعاني من نوبات الهلع وهي المصابة بداء السكري. شي ريح ولا شي عجاج ولا شي غير شي ميكات خاص ولا شي حاجة دغيا كنتخلع، دغيا يطلع لي السكر، كنعبروا كنلقى 3 2.5 4. شحال عندك في الخزان؟ عندي 10.8 وطلع لي طنسيو 15. ساكنة هذه المنطقة وباختلاف أعمارهم يتذكرون تلك الليلة، ويتذكرون أيضا الهزات الأرضية الارتدادية المتواصلة وكيف تتسبب في عدم استقرار وضعهم النفسي والصحي، خصوصا منهم من يعانون أمراض مزمنة كارتفاع الضغط الدموي وداء السكري. الاعراض كنحس براسي تزير عليا وصدري وودني كيصوتوا بزاف، تيديروا السخونيه من وسط الودنين كتجي السخونيه. كتمشي تعبري؟ كنمشي نعبروا عند البنات هنا عند في الهلال، تيقولوا لي طالع مره هاد الضربات اللي كيدوز واخا خفاف كنتخلع. العجاج هذاك النهارات العجاج قوي، تهزوني انا دوك المياكي وهذاك سميتو القيطون تهز. الأخصائيون يؤكدون أن العلاج الوحيد للأمراض المزمنة هو التعايش معها والعمل على تحسين الجانب النفسي لتخفيف الأعراض. شفنا أثناء الفحوصات الطبية على أنه كاين حالات كثيرة اللي كنسميوها نوبات الفزع أو نوبات الهلع أو نوبات الخوف اللي كيتولد عليها بشكل غير مباشر اضطرابات عند بعض الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، وهنا كنخص بالذكر مرضى السكري ومرضى ارتفاع الضغط الدموي. كيطلب واحد مجهود نفسي، يعني الشغال على الذات، حصص الارتخاء، المشي في الطبيعة، الغذاء يكون متوازن. التعايش مع الأمراض المزمنة الخطوة الأولى نحو سبل علاجية فعالة، منها المراقبة الطبية الصارمة وتجنب القلق والهلع، بالإضافة إلى تقوية الجانب النفسي. ومنطقة الحوز وخصوصا تحنوت تعرف هذه الفترة من السنة انتعاشا في القطاع السياحي، حيث يتوافد الزوار من مختلف دول العالم لاكتشاف سحري وجمال طبيعة الأطلس الكبير.
التفاصيل في ريبورتاج جيهان دبلالي وابراهيم حبوب من جديد. بعد ساعة فقط من وصولهما إلى مراكش قرر التوجه إلى نواحي تحناوت، حيث الطبيعة الخلابة والمناظر التي تغري عشاق السياحة الجبلية. قدم من كندا لقضاء عطلة مميزة بهذه المناطق. لم تكن لدي أي فكرة مسبقة عن مدينة مراكش ونواحيها، لذا قررت أن أكتشف المغرب، ولقد تفاجأت فور وصولي بجمال الطبيعة هنا. هي ثالث مرة أزور فيها المغرب، والمرة الأولى التي أكتشف مراكش ونواحيها. طبيعة خلابة، وللتو وصلنا وذهلنا بهذه المناظر. السياح الحمد لله راه ناشطين، وراه دابا ولاو في هذا الاخر ديال شهر 10 من وراء الزلزال ولاو تيجيو، والحمد لله من جميع البلدان. الحمد لله القضيه راه كتنعش شي شويه في هذا الاخر ديال شهر 10، وربما راه حتى 11، وغادي انهم هما كيبغيو هذه البروده، الجو معتدل شي شويه هو اللي كيبغيو السياح. مؤهلات طبيعية وسياحية بعاصمة الحوز تجعل من المنطقة قبلة مميزة لمحبي الجبال والمنتوجات المحلية. هنا تقف القوافل السياحية للتعرف على أهم ما تجود به الأراضي بجبال الأطلس الكبير منذ سنين. هي أول مرة نزور فيها المغرب، بلد جميل جدا وأناسه كرماء ويحبون الأجانب. أعجبني أيضا الطقس، ليس باردا وليس حارا، ولكنه معتدل أكثر من بلدي كندا. نعشق السياحة الجبلية والمشي بين الكتبان بهذه المناطق الجميلة. لمسنا طيبوبة الساكنة وتعاملهم المتميز، لذا سأعود مرات عديدة لزيارة هذه الأماكن. الحوز خزان لا ينضب من المؤهلات الغنية والمتنوعة لإقلاع السياحة، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف توافد الزوار من أمريكا وكندا بحثا عن الدفء بالمناطق الجبلية بالمملكة المغربية. وعلى هامش فعالية النسخة الخامسة لمهرجان الدولي أيام الفولكلور العالمي المقام بمراكش، نظمت ندوة علمية انبرى خلالها الباحثون والأساتذة لمناقشة موضوع تراث الأطلس الثقافي بين تحديات الاندثار وحلول الإحياء. ريبورتاج عدنان الصيراني والمتابعة لشيماء العلام. من قلب جبال الأطلس ينسج تراث ثقافي فريد من نوعه يمثل إرثا للإنسانية. صدى الاندثار يتسلل إلى ركنه الهادئ بسبب تغيرات نمط الحياة وتلاشي العادات، وللتصدي له ندوة علمية نظمت على هامش النسخة الخامسة للمهرجان الدولي أيام الفولكلور العالمي بمراكش لبحث سبل المواجهة. دراسة أو بتقريب الحضور من دور التراث الثقافي، سواء التراث الثقافي المادي أو اللامادي بمنطقة الأطلس. كما هو معروف فمنطقة الأطلس تعتبر هي رابط بين شمال المغرب وجنوب المغرب، وبالتالي فإنها لعبت هذا الدور حتى منذ العصور الحجرية. فرصة من أجل انبعاث وإعادة إحياء هذا التراث بالصورة التي كان عليها وبالصورة التي تليق به من جهة، وكذا الحفاظ على التراث الشفهي باتصال وبالتوثيق من طرف أساكنة. تتباين الآراء والرؤى بين المشاركين في الندوة، والتركيز على تعزيز التواصل بين الأجيال وتشجيع المبادرات التي تسهم في إحياء التراث تجمعهم. فرصة نعود نحيو ونبينوا منطقة الحوز اللي أصلا هي محتاجة نديروا لها لابروموسيون، ومحتاجة نهضروا عليها، ومحتاجة نبينوا التراث ديالها باش يوصل للعالمية. ندوة فكرية تشكل منصة حيوية للحوار والتفكير في مستقبل تراث الأطلس الثقافي والسعي المشترك نحو حلول تعزز استمراريته لأجيال المستقبل. وزلزال الحوز فكرة ألهمت مصممين شباب لتجسيد لوحات عبارة عن أقمشة تم تقديمها خلال عرض للأزياء المعاصرة في نسخته 13، اختير له اسم على آثار الأرض. ريبورتاج عصام السول، عودة لشيماء العلام. تصاميم أزياء فريدة انبثقت من رحم الكوارث، امتزجت خيوطها بروح الصمود ليتمخض عنها هذا الحدث الفني الذي أقيم بالبيضاء تحت شعار على آثار الأرض. الفيلي هو عنده علاقة بالأرض،
والتأثير ديال الأرض على الملابس ولا الملابس على الأرض والعلاقة اللي كتجمعوا مع بعضياتهم، خصوصا من بعد الزلزال اللي عشناه واللي كان تأثير ديالو قوي بزاف. كنحاولوا نبينوا بزاف ديال لي ميساج من لي ديفلي اللي كنديروا، وكنحاولوا نبينوا حتى لي كومبيتونس ديالنا اوطون كو دي ستيليس، سورتو في هذا الوقت دابا ولات لا مود بارزه ولات عاطينا واحد القيمه. عرض أزياء في نسخته 13 يقف وراءه مصممون طلاب استلهموا أفكارهم وإبداعاتهم من زلزال 8 شتنبر. بعد صدمة الزلزال ابتكر الطلاب تصاميمهم من هذا الحدث المفزع واختاروا تسمية التظاهرة على أثر الأرض. إبداعات تعكس تشبث المصممين بأرضهم وتجعل الأزياء تحكي قصة البقاء بعد الكوارث الطبيعية. في ختام المسائية إليكم تذكيراً بأهم ما جاء فيها. ناصر بوريطة يلتقي نظيره بالعاصمة براغ، ومنها أعلنت جمهورية التشيك في إعلان مشترك دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه مجهودا جادا وذا مصداقية وأساسا جيدا لحل متوافق عليه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.